في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هدمت آليات وجرافات الكيان الإسرائيلي اليوم قرية العراقيب بمنطقة النقب داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك للمرة 212. الهدم صاحبه اعتداء على الأهالي الفلسطينية لإجبارهم على الخروج من منازلهم. إلى ذلك اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا بينهم أسير محرر في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. كما اقتحمت قوة الاحتلال موقعا أثريا ببلدة سبيبطة شمال غرب مدينة نابلس في إطار سياستها الممنهجة لطمس الهوية والتزييف الحقائق.